السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلام. إخواني، بس توضيح لفكرة الفيديوهات السابقة الخاصة بتعديل المحرك من أقطاب تأثيرية إلى أقطاب حقيقية، وأنه طريقة الأقطاب الحقيقية أقوى من الأقطاب التأثيرية. يبدو انه في بعض الاخوه يعني فهموا الموضوع او الفكره مش بشكل كامل، ما بدي اقول بشكل خطا لكن مش بشكل كامل. طبعا احنا فهمنا وعرفنا انه من خلال الشرح انه الاقطاب الحقيقيه اقوى من الاقطاب التاثيريه، لكن اللبس الذي حصل عند بعض الاخوه انه انا مثلا عندي محركين لنفس الحمل لنفس الشركة الصانعة، مثلا عندي محرك ملفوف أقطاب تأثيرية ومحرك ملفوف أقطاب حقيقية، والمحركين شغالين على الحمل ما في أي مشاكل، فكيف يعني أنه هذا أقوى من هذا؟ يعني اثنين شغالين على نفس الحمل، فكيف أنه في واحد أقوى من الثاني؟ إخواني، مش هيك الفكرة. الفكرة أنه الأقطاب الحقيقية دائما أقوى من الأقطاب التأثيرية، لكن أنه وجود محرك تأثيري قائم بالحمل ما بيعني أنه أقوى. هذا الحمل مصمم عليه محرك تأثيري بقدرته المطلوبة لهذا الحمل، فبقوم بالحمل عادي، بيشتغل ما في أي مشاكل. فإحنا لو جبنا محرك أقطاب حقيقية برضو على نفس الحمل بقوم بالحمل ما في مشاكل. لكن الفكرة وين؟ الفكرة انه اذا كان المحرك مثلا ضعيف على الحمل، ضعيف على الحمل يعني ضعيف قليلا، مش انه ضعيف كثير، يعني مثلا حمل بده 5.5 حصان احنا حاطين له محرك 1 حصان، لا مش هيك. مثلا بكون الحمل بحتاج مثلا 4 حصان احنا حاطين له 3 حصان مثلا، فبكون قايم بالحمل لكن بحمى وبسخن وكذا ومشاكل وكذا ومن الكلام هذا. احنا عشان نقوي هذا 3 حصان بنلفه اقطاب، اذا كان تأثيري بنلفه اقطاب حقيقية فيصبح اقوى وممكن يشيل الحمل اللي بده 4 حصان. هاي الفكرة، وليس انه الفكرة انه عندي موتورين او محركين بنفس القدرة، واحد حقيقي وواحد تأثيري محطوطين على نفس الحمل، فكيف هذا أقوى من هذا؟ لا، زي ما حكينا الفكرة إنه إذا كان في عندك محرك ضعيف على حمله، أو إنه الحمل بعد فترة من العمل زاد على المحرك، الحمل زاد على المحرك، فبالتالي يصبح المحرك أصغر قليلا من الحمل، فبصير يسخن وبصير يحمى وكذا ومن هاي الأمور. فإذا كان هذا المحرك تأثيري إحنا ممكن نحوله إلى أقطاب حقيقية، فبقوم بالحمل بأكمل وجه. هاي هي الفكرة، هاي هي الفكرة اللي أنا كنت حاب أوصلكم إياها. يعني مثلا جاء أحد الزبائن مرة وحكى لي إنه هذا المحرك أصلي على الحمل ومكتوب عليه 8 أمبير، مكتوب عليه إنه على اللوحة بسحب 8 أمبير، وإحنا لما ننشغله بسحب أكثر من 8 أمبير بشوية، والمحرك بسخن وبحمى بعد فترة، بعد نص ساعة ساعة من الشغل بحمى وبسخن. فحكالي بدنا حل يعني، فأنا أخذت المحرك ففتحنا المحرك وجدناه محرك تأثيري. فعلا إحنا لفناه أيامها جانبين بالمجرى، يعني حولناه عدلناه من تأثيري إلى جانبين بالمجرى أقطاب حقيقية. وطبعا أخذوا الزبون، طبعا الزبون لا يفقه شيء بالكهرباء ولا يعلم شيء بالكهرباء وما عنده خلفية كهربائية نهائيا. فبعد يومين اجى علي الزبون وحكى لي انت شو عملت في المحرك؟ انا انخضيت بصراحة، قلت له شو في خير؟ بحكي لي المحرك شغال تمام التمام وبسحب اقل من الامبير المكتوب عليه بالحمل، المحرك شال الحمل بكل اريحية وما بسخن وبسحب أمبير أقل من الحمل. فهاي هي يا أخوان، يعني أنا من التجارب اللي صارت معانا بحكي لكم عنها.
فالآن لما حولته، لاحظوا لما حولته من تأثيري إلى أقطاب حقيقية جانبين بالمجرى، سحب أقل أمبير وقام بالحمل بشكل كامل. طبعا الفكرة والقوة بتيجي لأنه الفيض المغناطيسي أو الأقطاب تتوزع على كامل الحديد عن وتنتج عن ملفات نحاسية، على كامل الحديد تنتج عن ملفات نحاسية، بعكس التأثيري اللي بيكون مثلا عندنا في 1400 مجموعتين في الفاز ومجموعتين بالتأثير، مجموعتين من ملفات نحاس ومجموعتين بالتأثير. بفرق انه يكون عندك 4 مجموعات من ملفات نحاسية، يعني الأقطاب متكونة أو ناتجة عن ملفات نحاسية، عن 4 مجموعات ملفات نحاسية. هذا بعطي قوة، وكونه الفيض المغناطيسي يتوزع على كامل الحديد عن طريق ملفات نحاسية، هذا الكلام بنزل الأمبير، بنزل الأمبير، بعطي قوة بالزيادة وبنزل الأمبير. تماما زي مثلا محركات الواحد فاز، يعني أنتوا لو تلاحظوا ترمبات الماء، خلونا على ترمبات الماء اللي أنتوا بتعرفوها أكثر إشي بنلفها، يعني كانت القدرات الصغيرة لاحظوا أنتوا التقويم، ملفات التقويم بتلاقيها ملفوفة 24 مجرى، بتلاقيها ملفوفة 10-12، التقويم بتلاقيه ملفوف 10-12. لكن تعال على محرك أكبر بقدرة أكبر، مثلا 3 حصان ترمبة ماء، 3 حصان واحد فاز، لاحظ التقويم بتلاقيه ملفوف بخطوة نفس خطوة التشغيل، 6-8-10-12، 4 ملفات في كل مجموعة، لكل مجموعة في للتقويم، للمجموعة اللي من هون للمجموعة اللي من هون، نفس التشغيل بالضبط. طب ليش؟ السؤال اللي بيطرح نفسه الآن، ليش ما نلفه 10-12 زي الترمبات الصغيرة؟ ليش الكبيرة منلفها 4 ملفات للتقويم؟ ليش؟ على أساس إنه نوزع المجال المغناطيسي، الفيض المغناطيسي، ويكون ناتج بالكامل عن ملفات نحاسية على جميع الحديد، فبالتالي بعطي قوة كبيرة في الإقلاع. إحنا في المحرك في الترمبة القدرة كبيرة، 3 حصان واحد فاز، بدنا قوة إقلاع كبيرة. ليش؟ لأنه البوبين ثقيل وبيحتاج إقلاع قوي مثلا. فعشان نأخذ إقلاع قوي فبعملوا 4 ملفات للمجموعة الأولى و4 ملفات للمجموعة الثانية اللي هم التقويم، تماما زي ملفات التشغيل بيعملوها. هذا الكلام بعطيه قوة في الإقلاع. طب إذا إحنا لما نزود ملفات أو نوزع المجال المغناطيسي على جميع الحديد بالكامل عن طريق ملفات نحاسية، إذا هذا بعطي قوة للمحرك، وهذا الدليل الترومبا هاي اللي بحكي لكم عنها. هذا هو الكلام. فالآن إحنا لما تيجي شركة تصمم لحمل معين، تصمم محرك 10 حصان تأثيري ويجربوه على الحمل واشتغل بالحمل وتمام خلص ما في مشاكل، انت اجاك المحرك تأثيري لفه تأثيري ما عندك مشكلة. انا ما بحكي انه التأثيري ما بزبط او انه ضعيف على الاخر، لا، التأثيري مش ضعيف. اجاك محرك تأثيري لفه تأثيري زي ما هو، اجاك حقيقي لفه حقيقي زي ما هو. الفكرة انه ما تحول الحقيقي الى تأثيري، هذا تعديل خاطئ. لا تعدل من تأثيري من حقيقي إلى تأثيري، لأن المحرك هون بضعف، أنت ضعفته، ضعفت المجال المغناطيسي، قللته على الحديد، من هون الضعف بيجي. فأنت بتجيك محرك تأثيري لفه تأثيري، بتجيك حقيقي لفه حقيقي. زبون أجاك اشتكى إنه المحرك ضعيف بسخن، وجدته تأثيري لفه حقيقي وراجعني إذا ما كان أقوى. وإذا ما الزبون أجا شكرك يا أخوان، من هون بتيجي السمعة، ومن هون بتيجي الشهرة في المهنة، من هاي الأمور الفنية، الشهرة والسمعة بتيجي من هاي الأمور الفنية. فالزبون بيقتنع تماما إنه ما في غيرك في الدنيا بيعرف يشتغل أو بيعرف يلف أو إنه شاطر بشغله أو فاهم شغله، لأنه لمس إنه المحرك ضعيف وبسخن وبحمى. لما نجيب لك إياه وإنت لفيته، المحرك بطل يسخن وبطل يحمى وقام بالحمل بكل أريحية وأمبير أقل، وشو بده أحسن من هيك؟ هاي هي الفكرة يا إخواني. فأنا نصيحتي المحرك لما يجيك، أجاك تأثيري لفه تأثيري ما عندك مشكلة، أجاك حقيقي لفه حقيقي. لكن إذا أجاك حقيقي
لا تعد إلى تأثيري، إياك أن تعدل حقيقي إلى تأثيري. أما التعديل المطلوب العكس، إذا الزبون اشتكى من المحرك إنه بسخن أو بحمى ولقيته تأثيري، حوله إلى حقيقي، عدله إلى حقيقي، وإذا كان حقيقي حوله إلى جانبين بالمجرى أقوى، بيظل الجانبين بالمجرى أقوى طرق اللف. يا اخوان لاحظوا المحركات الكبيره جدا، ال 200 حصان وال 150 حصان و 200 حصان 300 حصان، بتلاقوا الشركات بتلفها جانبين بالمجرى، مع انهم بلفوها بايديهم، طريقه الجانبين بالمجرى بلفوها بايديهم، ما بلفوها بالماكينات زي ما احنا بنشوف الماكينه بتدخل بتدخل الملفات بتعمل هيك جوا الستيتر وبتطلع، تلاقي ملفات مسقطه بالكامل، ما بتاخذ اقل من ثواني معاهم في تسقيط الملف. لا، في الجانبين المجرى لاحظوا وافتحوا على النت وشوفوا على الشركات الصانعة بيلفوها بإيديهم زي ما أنت بتلفه في الورشة، هم بيلفوها بإيديهم. طب ليش بدهم الغلبة وضاعت هالوقت؟ ما يسووا لها ماكينة ويلفوها، ما بتزبط، لأنه بالماكينة الجانبين بالمجرى ما بزبط بالماكينة، ما بركبوا على بعض بالماكينة، فعشان هيك بيلفوها بإيديهم، فباخذ منهم وقت. طب ليش مضطرين هم للجانبين بالمجرى اللي بده ياخذ منهم وقت وياخذ منهم جهد ويتعطلوا، وهي شركه بهمها الوقت والجهد، ليش؟ ليش ما سووه تاثيري وخلص ولفوه بماكينه؟ لانهم بدهم الاقوى، لانه اذا بدهم يعملوه تاثيري ويشيل ويقوم بالحمل راح يطلع المحرك حجمه كبير جدا، فهم لما يلفوه جانبين من مجرى المحرك بيطلع حجمه اصغر وبقوه اكبر وبيأدي المطلوب. هاي هي الفكره يا اخواني، وبتمنى انه يعني جربوها وشوفوا الفرق انتو، وقيسوا الامبير على التأثيري وقيسوا الامبير على الحقيقي لنفس المحرك ولنفس القدرة على نفس الحمل، وشوفوا الفرق في الامبير وشوفوا الفرق في القوة، وجربوا انتو اذا في محرك بحمى او بسخن معاكم او كذا كان تأثيري، لفوه حقيقي وشوفوا كيف انه ببطل يسخن وبطل يحمى وما في عليه اي مشاكل. جربوها يا اخواني، انا بنصح وبحكي خوف عليكم من الخساره. انا جربت وخسرت مره ومرتين، بعدين خلص تعلمت، بطلت احول حقيقي الى تاثيري، صرت احول العكس. فانا بنصحكم وان شاء الله اني اخ ناصح لكم ومحب الخير لكم ان شاء الله، وهاي هي، وان شاء الله انكم تستفيدوا من هاي المعلومات. حبيت اوضح هاي الفكره، وفي الاخير زي ما بوصيكم وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسه والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.